يستعد فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي وفريق النجوم الفضية وطائرات الهيل غازيل المصرية لتنفيذ العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022 فوق سفح الأهرامات غدا. العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022 عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي مع فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهيل غازيل المصري. ينفذ في 3 أغسطس 2022. العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022 علاقات وطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية.